الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. سلسلة أساطير النجوم، حامل رأس الغول والمرأة المسلسلة. تظهر في سماء نصف الكرة الأرضية الشمالي ثلاثة تجمعات نجمية متجاورة، هي كوكبات حامل رأس الغول بيريسيوس، وذات الكرسي كاسيوبيا، والمرأة المسلسلة أندروميدا. تتميز كوكبة حامل رأس الغول بظاهرة فلكية يشهدها العالم كل سنة في 12 من آب أغسطس على شكل هطول شهابي يعرف بزخة شهب البرشاويات. وكعادته نسج الإنسان القديم من هذه الكوكبات والظواهر قصصا وأساطير في محاولة منه لتفسير كتاب الكون الفسيح. في هذا المقال سنتعرف على الأسطورة الإغريقية لهذه التجمعات النجمية وزخات شهب البرشاويات. بالإمكان ملاحظة جميع هذه الكوكبات في معظم أوقات السنة، فهي تحتوي على مجرات وعناقيد نجمية ونجوم كثير منها لامع وواضح للعيان، كنجم ظهر الناقة والسنام في كوكبة ذات الكرسي، وحامل رأس الغول في كوكبة بيريسيوس، ونجم سرة الفرس في كوكبة المرأة المسلسلة. وربما تتميز كوكبة حامل رأس الغول بظاهرة فلكية يشهدها العالم كل سنة في 12 من آب أغسطس على شكل هطول شهابي يعرف بزخة شهب البرشاويات. وكعادته نسج الإنسان القديم من هذه الكوكبات والظواهر قصصا وأساطير في محاولة منه لتفسير كتاب الكون، فنجد الخيال الإغريقي يربط كوكبة حامل رأس الغول بأسطورة بيريسيوس الذي كان كعادة الأبطال الخارقين نصف إله، فهو ابن زيوس كبير الآلهة من امرأة فانية تدعى داناي. تبدأ الحكاية في بلاد يحكمها ملك اسمه إكريسيس، حيث تنبأ له أحد العرافين أن ابنته الجميلة داناي ستلد غلاما يقتله. غضب الملك وثارت حفيظته خشية تحقق النبوءة، فأمر بحبس ابنته في سجن معزول فلا ترى أحدا ولا أحد يراها. كبرت داناي في أسرها، تحيط بها الجدران من كل جانب، ولكنها أبصرت نورا يتسلل من النافذة ذات يوم، ثم ما لبث أن تجلى أمامها رجلا. عرفت داناي أنه أحد الآلهة، ولكنها لم تكن تعرف أن كبيرهم زيوس من كان يقف أمامها ويعرض عليها الزواج. مرت الأيام حتى جاء اليوم الذي كان الملك يسترق النظر إلى ابنته الأسيرة، ففاجأه منظر الطفل بين ذراعيها. كان بيريسيوس نتيجة زواج زيوس وداناي. قرر الملك التخلص من الطفل وأمه، فوضعهما في صندوق وألقى به في عرض البحر لتجرفهما الأمواج إلى شاطئ جزيرة يحكمها الملك بوليديكتيس، حيث كبر بيريسيوس وأصبح فتى قويا. وعندما سمع الملك بوليديكتيس بقصة داناي طلبها للزواج، ولكنها رفضت، ولولا قوة ابنها بيريسيوس لكان تزوجها عنوة. فلجأ الملك للحيلة وقرر التخلص من الفتى، فأرسله في مهمة بدت له مستحيلة، وهي قتل إحدى المتوحشات التي تدعى ميدوسا وتقطن إحدى الجزر. كانت ميدوسا ممن حل عليهم غضب الآلهة، فحولت إلى وحش تنمو في رأسه الأفاعي المميتة بدل الشعر، والأعجب من هذا أن نظراتها تحول كل من يراها إلى صنم متحجر. تاه بيريسيوس طويلا في البحر حتى وصل إحدى الجزر يائسا ومحبطا، ولكن تدخل الآلهة أرشده إلى هدفه، إذ ظهر له اثنان من الآلهة هما أثينا وهرميس، ومنحه حذاء مجنحا ودرعا يتقي به من نظرات ميدوسا الفتاكة. تسلل بيريسيوس إلى كهف تقطنه ثلاث نساء يتشاركن عينا واحدة، وبينما همت إحداهن بتمرير العين لأخرى التقط بيريسيوس العين وساومهن عليها حتى يساعدنه في مبتغاه بالوصول إلى ميدوسا، فأخبرنه أنه يتوجب عليه إيجاد حورية الشمال لتمنحه عباءة التخفي وجراب السحر. حالما حصل بيريسيوس على العباءة والجراب توجه إلى مخبأ ميدوسا وأختيها،
فوجدهن نائمات. تخفى ثم حز رأسها مستخدما الدرع ووضع الرأس في الجراب السحري، إذ أن سحر نظرات ميدوسا يعمل وإن كانت ميتة. ثم حلق عائدا بحذائه المجنح، وكانت له مغامرات عديدة في طريق عودته، منها أنه قابل أطلس الذي عاقبته الآلهة بحمل السماء على كتفيه وأراحه من عذابه بتحويله إلى حجر عن طريق رأس ميدوسا. أما ما كان من قصة بيريسيوس مع أندروميدا التي تمثل في السماء بكوكبة المرأة المسلسلة، فتروي الأسطورة أن كاسيوبيا زوجة ملك أثيوبيا تفاخرت يوما بأنها أجمل من جميع حوريات الماء بنات الإله نيريوس، فشعرن بالغضب الشديد من الإهانة التي لحقت بهن من كلام كاسيوبيا. ومن بين هؤلاء الحوريات كانت أمفيترايتي زوجة إله البحر بوسايدون، والتي طلبت من زوجها أن يعاقب كاسيوبيا على تبجحها وغرورها. أرسل بوسايدون وحشا من وحوش البحر يدعى سيتوس ليهاجم شواطئ مملكة سيفوس، وعندما اشتد الأمر على الناس لجأ الملك إلى عراف أخبره أنه ليتخلص من البلاء ووحش البحر عليه أن يضحي بابنته الأميرة أندروميدا ويتركها قربانا للوحش. قبل الملك على مضض بعد تردد كبير، فربطت الأميرة أندروميدا على صخرة وتركت ليلتهمها الوحش، ولكنها أنقذت في اللحظة الأخيرة على يد بيريسيوس الذي قتل وحش البحر وخلصها. بعد أن أنقذ بيريسيوس أندروميدا من وحش البحر طلب يدها للزواج، فوافق الملك سيفوس، ولكن المأساة حدثت في حفل الزواج، إذ اعترض أحد خاطبي أندروميدا القدامى وادعى أنه الوحيد الذي له الحق بالزواج من الأميرة. حدث قتال عظيم اضطر فيه بيريسيوس لإخراج رأس ميدوسا بعد أن فاقه خصومه عددا، فتحولوا جميعا إلى تماثيل حجرية، ومن بينهم الملك سيفوس والملكة كاسيوبيا اللذان لم يتفاديا النظر إلى رأس ميدوسا. فما كان من بوسايدون إلا أن وضع صورتيهما بين النجوم. خلال السنة تدور كوكبة ذات الكرسي كاسيوبيا حول نجم القطب مرة أعلى ومرة أسفل في عقوبة لغرورها وتفاخرها. تزوج بيريسيوس أندروميدا وطفق عائدا من حيث بدأ رحلته أول مرة، وعندما وصل للجزيرة علم أن الملكة بوليديكتيس أجبر والدته على العمل في خدمته. غضب بيريسيوس وسار إلى القصر وانتقم من الملك بتحويله إلى حجر عن طريق رأس ميدوسا. سلم بيريسيوس رأس ميدوسا لأثينا لتزين به درعها، وبعد حين بينما كان بيريسيوس في أحد المناسبات قتل جده خطأ فتحققت النبوءة. مات بيريسيوس مقتولا على يد الإله ديونوسيس، وتكريما له خلده بوسايدون بوضع صورته بين النجوم. أما شهب البرشاويات التي تهطل كل سنة في صيف نصف الكرة الأرضية الشمالي فترتبط بابن بيريسيوس الذي يدعى بيرسيس وأحفاده الذين كان منهم هرقل أعظم أبطال الإغريق.